المغرب كان من الدول السباقة للانخراط في استراتيجية الطاقة النظيفة. كيف ذلك؟ أنه منذ تقريبا أزيد من 20 سنة المغرب أنشأ وزارة مكلفة بالبيئة، هذا معطى أول. وإذا قلنا وزارة مكلفة بالبيئة يعني أن هناك تقعيد قانوني، هناك تشريع، هناك قوانين إلى آخره. من ناحية تنزيل المشاريع ديال الطاقة النظيفة يمكن الحديث هنا عن المشروع الضخم الرائد الذي هو مشروع نور في 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 ورزازات، والذي ينتج طاقة نظيفة بكمية هائلة وكبيرة. هناك كذلك مشاريع أخرى موزعة على عدد من مناطق المملكة. هناك المشروع المتعلق بإنتاج الطاقة النظيفة عبر الطاقة الشمسية في منطقة طاطا. إذن المغرب مجمل القول أن المغرب لديه تصور متكامل ولديه استراتيجية تؤهله أن يكون فاعلا على المستوى القاري والإقليمي وعلى المستوى الدولي في مجال تنزيل مشاريع الطاقة النظيفة. المغرب عرف بزاف ديال التغيرات من حيثها الاستراتيجية اللي كنشوفوا الطاقة النظيفة أكثر من الطاقة الأحفورية، لأن الطاقة النظيفة عندها بزاف ديال الإيجابيات على الطبيعة ديالنا، على البيئة وعلى الإنسان والحيوانات. كذلك المغرب كيشارك في بزاف ديال الحوارات على كيفاش نحاربوا التلوث، البيئة، وكيفاش أننا نستغنوا بشكل تام الطاقة الأحفورية اللي كتقتلنا بشوية بشوية كل عام. دونك المغرب غادي في طريق صحيح إن شاء الله، ومن الأفضل أننا نستغنوا على كاع الأشياء اللي كتضر بصحتنا كالسيارات اللي كتخدم بالطاقة الأحفورية، ونبداو نخدموا بالطاقة الكهربائية على شلة إن شاء الله والطاقة الخضراء. تجربة المغرب في مجال الطاقات المتجددة هي تجربة رائدة على الصعيد الإفريقي، بل رائدة على الصعيد العالمي. إذا أخذنا بعين الاعتبار محطة مازين في ورزازات والمحطة الطاقة الريحية في أنحاء المغرب، وهذا من شأنه أن يخفف التلوث البيئي ويؤدي بنا إلى بيئة نظيفة وجذابة في المستقبل القريب إن شاء الله الرحمن الرحيم. هو واحد المجال اللي هو مجال عنده مستقبل كبير، مجال اللي كيحافظ على 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 النظافة ديال الكون بصفة عامة، بحكم الاستقرار ديالنا في منطقة ديال الشمال في مدينة القصر الصغير. تما كنشوفوا بزاف ديال مراكز ديال الطاقة الريحية اللي كينتجوا الكهرباء. كنشجعوا هاد الاستراتيجيات وهاد المشاريع الكبرى اللي هي مشاريع مهمة كتحافظ على النظافة ديال البلاد، كتعطي آفاق اللي هي مشرفة.